السلام عليكم. اليوم نروح لولاية جيجل لنقف على الأشغال تاع التهيئة تاع الميناء تاع العوانة، ويعني إضافة مساحات تهيئة مساحات حول الميناء تاع العوانة وكذلك على الكورنيش تاع العوانة. إذا نشاهد الأشغال هذه اللي تبدو غير يعني ناقصة من ناحية النوعية. المهم ننتظر في فيديو آخر إن شاء الله في الأشهر أو الأيام والأشهر القادمة لنقف على المشروع هذا بعد الانتهاء تاع الأشغال. نخليكم تتابعوا إذن هذه الأشغال، والسلام عليكم.